تعالوا بقى نشوف النهاردة الفيديو اللي عملته خد 1,000,000 مشاهدة، اللي هو كان فيديو الكشري. ليه خد 1,000,000 مشاهدة؟ عشان تعرفوا خد 1,000,000 مشاهدة ليه. تعالوا نخش مع بعض نشوف متكون من ايه. متكون من حاجات كلها اللي بيستعملوها بره بنفس الطعم وبنفس الريحة. وتحدي، وهبهركم يعني، هبهركم حبايب قلبي جيجي. ولازم كنت اعمل الكشري ده علشان العيد، ما ينفعش من غير كشري. علشان تعملوا الكشري ده بقى في العيد للولاد، بما ان محلات الكشري هتقفل، فجيجي مش هتقفل مطبخها وهتقف وتعملوا احلى كشري ان شاء الله باذن الله. واللهم ارفع الغمة عن الامه يا رب العالمين. ويلا بينا نروح مع بعض نشوف المقادير والطريقه. ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زهقنا بقى من اللحم والفراخ وخلاص، مش قادرين ومش طايقين. النهارده هنعمل مع بعض الكشري. هعمل لكم الكشري اللي كنت عملته لكم السنه اللي فاتت في رمضان، لو حد شافه وحد فاكره، اللي خد 1,000,000 مشاهده. تعالوا النهارده نشوف هنعمل الكشري بتكاته وتفاصيله، وهقول ليه خد 1,000,000 مشاهده. تعالوا كده نقول مع بعض المكونات. معايا كوبايه كبيره مليانه من العدس، والعدس بجبه انا غسلته. معايا كوبايه، وهحتاج كوبايه تاني من الشعريه، يبقى معانا كوبايتين من الشعريه. هقول لكم الكوبايه دي لايه والكوبايه دي لايه. معايا كمان بصلتين كبار مقطعاهم، ده بقى الورد، مقطعاهم رقيق جدا كده زي الشيبسي بمكنه الشيبسي، علشان هو ده اللي هنعمله الورد. وهقول لكم سر القرمشه هيكون ايه. بالنسبه بقى للحمص الشام، انتوا عارفين ان انا بعمل كميه وبشيلها اكياس في الفريزر وبشيلها بالمحلول بتاعها. نقول تاني عملنا الحمص ده ازاي. جبنا الحمص طبعا غسلناه ونقعناه، وبعد ما اتنقع صفيناه وسلقناه، ولما اتسلق بالميه بتاعت السليق حطيت فيها شويه كمون وحبه ملح صغيرين، وعملته المحلول. والمحلول ده اللي كان جوه الكيس اللي شيلته في الفريزر. ولازم المحلول علشان خاطر يبقى زي العلب اللي بتجيبيه من السوبر ماركت الجاهز، مش هيعيش في الفريزر غير بالمحلول بتاعه. فانا طلعت الكيس من اللي انا كنت عاملاه. معايا توم، التوم بقى هنعمل منه الصلصه وهنعمل منه الدقه، ومعايا قرن شطه. معايا كمان طماطم فريش بتتعصر ما بتتصفاش، بتاعت الكشري ما بنصفهاش. معايا كمان مكرونه صغيره، ومكرونه اسباكيتي مقطعاها كده صغير، لان الكشري بناكله بالمعلقه مش بالشوكه. بس لازم تحطي كده شويه، قطعيها بس صغير ما تبقاش كبيره، اللي هي الايه المكرونه الاسباكيتي. ده زي ما قلت لكم انا غسلته كويس. هحط عليه كوبايه كبيره من الميه السخنه بالشكل ده، وهحط عليها كمان معلقه كمون، وهسيبها منقوعه لمده ساعه. وبعد الساعه هنبتدي ان احنا نشتغل فيه، لان انا هحتاج ميه النقع دي، عشان كده انا غسلته في الاول مش هصفي الميه دي. فالميه دي هنحط فيها ربع معلقه من الكمون. معايا كوبايه واحده من الرز. معايا كمان العيش الابيض اللي احنا هنعمله توست، ومعانا الزيت. بس دي المكونات كلها بتاعتنا. يلا بقى نروح نشتغل. اول حاجه هنعملها ان احنا هنحمر مع بعض البصله. بس استنوا هقول لكم هنعمل ايه. بصوا، البصله قبل ما اطلع بيها على النار هحط لها معلقه كبيره من الخل. وايه فايده معلقه الخل؟ ان هي هتخليها تقرمش معايا وما تشربش زيت خالص في الطاسه اللي احنا هنحمر فيها الزيت. يلا نطلع على البوتاجاز نحمر البصله. بقى ادي الطاسه اهي، حطيت فيها زيت وحطيت البصله بتتحمر من غير ولا دقيق ولا نشا ولا ملح ولا اي حاجه. هما شويه الخل بس الصغيرين دول هيخلوه يقرمش معايا ومش هيشرب معايا كمان زيت. تمام، هو بيبقى طري كده في ايدك، بس اول ما بيتعرض للهواء بينشف، ما تقلقيش خالص. هخليه بقى ياخد اللون الحلو، وبعد كده هطلعه طبعا بصفايه وهصفيه على ورق مناديل مطبخ. الزيت بقى اللي هيتبقى اول حاجه هعمله ان انا هحمر فيه العيش، اللي هو العيش الشامي مقطعاه كده اهو زي ما انتم شايفين. هحمصه فيه تحميصه عشان ده برده بيتقدم جنب الكشري. ولعت كمان على ميه المكرونه. ميه المكرونه حطيت فيها شويه زيت، معلقتين من الزيت ومعلقه كبيره من الملح، تغلي وهنسقط فيها المكرونه. تمام، طبعا احنا عارفين سلق المكرونه ما فيهوش اي كلام، بس انا قلت بس ايه اقول لكم يعني انا هعمل ايه. خلاص كده انا هبتدي ان انا اشيل البصله، وبعد كده لما احط التوست هوريكم. ادي العيش اهو، تمام، حطيته على طول بعد البصل. تمام، بالشكل ده هخليه ياخد معايا لون كده حلو بني، وبرده هطلعه على مناديل المطبخ عشان ينزل كل الزيت الزياده، واول ما يتعرض للهواء هيبقى جميل جدا. طول ما الزيت معاكي غزير، طول ما هو مش هيشرب معاكي زيت ما تقلقيش خالص. تمام اهو بالشكل ده،
اول بقى ما اطلعه هوريكم شكله، وهنشوف هنعمل ايه بالزيت اللي هيتبقى، عشان هو ده اللي هنبتدي نعمل منه الكشري كده. بقى بعد ما حمرت التقلية بتاعتنا، شايفين نشفت معايا ازاي؟ بصوا سامعين، اهي زي بتاعت بره بالظبط، زي ما بنجيبها من بره، واحلى كمان وانضف كمان بكتير، لان الزيت احنا لسه مستعمل يعني استعمله اول مره. طيب وادي التوست اللي عملناه اهو، بصوا شايفين مقرمش معايا ازاي اهو. بصوا عملت طبقين بالشكل ده، بنرش بس عليه شويه كمون، بس لو عايزه ترش كمان سنه ملح مفيش مشكله خالص. طيب بالنسبه بقى للزيت اللي اتبقى، هاخد منه اللي هو بتاع اللي حمرنا فيه البصل وحمرنا فيه التوست، هاخد بقى حبه هعمل منه، هنشوف هنعمل ايه. هاخد حبه في حله ونشوف نعمل ايه. تعالوا بقى، ولعت هنا الحله بتاعتي، حطيت فيها 5 6 فصوص توم كده زي ما انتم شايفين، تمام. هنزل عليها بالزيت اللي احنا قلينا فيه اهو، اللي مطرح التوست ومطرح مطرح التوست ومطرح البصله، تمام. ده بقى هنعمل دلوقتي الصلصه اللي هي بتاعت الكشري، ماشي، باسرار المحلات هقول لكم عليها دلوقتي. طيب معايا كمان الطماطم الفريش اهي، وادي المكرونه بتتسلق اهي زي ما انتم شايفين، حطيت المكرونه تمام اهي. بصي تفك بس معايا التلزيقه كده اهو، وبعد كده نرجع تاني نشوف هنعمل ايه. اهو كده تطلع تطلع بقى ريحه الثوم كده اهو، ريحه الثوم اللي هي من ني كده المحمر زي ما انتم شايفين كده اهو، تمام. تفك معايا التلزيقه بتاعتها ونشم ريحه الثوم، مش لازم تاخد معايا لون عشان ما تمررش، تمام. هنزل بقى بايه، بمعلقتين كبار من الخل بالشكل ده، تمام. هسيبهم بقى يغلوا، وبعد كده هنزل بالطماطم اللي هي المعصوره الفريش. تعالوا بقى هننزل بالطماطم بتاعتنا اهي، طماطم فريش مش معصوره، مش صفيه يعني، تمام. تعالوا نشوف بقى التوابل بتاعتنا. طيب بصوا بقى كده التوابل بتاعتنا، معايا معلقه صغيره من الملح، معايا نص معلقه من السكر، معايا معلقه كبيره مليانه من الكزبره الناشفه، ومعايا معلقه صغيره مليانه من الكمون، ومعايا فص ثوم ني. هنزل بيهم كده اهو بالشكل ده على الطماطم. طبعا الشطه مش هحط شطه علشان احنا هنعمل شطه اصلا. معايا بقى شويه بصله من اللي احنا حمرناها، ماشي، كسرتهم كده صغير واحطهم برده معاهم، هيدوني طعم حلو جدا جدا جدا. هغطي بقى عليها واسيبها تتسبك، بس ما تخليهاش تنقص، لان صلصه الكشري بتبقى فيها صوص كده، بتبقى سميكه شويه معايا، تمام. هغطي عليها واوريكم برده السمك بتاعها اول ما تستوي. تعالوا بقى عشان اوريكم الصلصه، تمام اهي. الصلصه بتبقى كده السمك كده كده اهو اهي، بصي ولا خفيفه ولا تقيله، هو كده اهو ده القوام بتاعها اللي هو بتاع الكشري زي ما انتم شايفين كده، تمام. هطفي بقى عليها، وتعالوا بقى اوريكم السر بتاع العدس اللي خد 1,000,000 مشاهده. تعالوا بقى بجد طريقه تحفه، وناس جربتها وعجبتهم جدا، تعالوا بقى نعملها مع بعض عملي. تعالوا بقى معايا هنا الحلة على النار، حطيت فيها زيت من الزيت اللي احنا عملنا بيه البصلة والتوست، تمام. حطيت هنا حبة، هحط عليهم ايه، هحط عليهم كوباية مليانة من الشعرية، وما تستغربوش الشعرية هتشوفوا دلوقتي، ايوه ده العدس مش رز، ده العدس هتشوفوا تسويته لوحده عامل ازاي. هحمر الشعرية وارجع لكم تاني، استنوني عقبال لما الشعريه تتحمر، تمام. معايا هنا المكرونه سلقتها، وبعد ما سرقت غسلتها كويس جدا، لازم تتغسل كويس عشان لو فيها اي نشا زياده يبقى نتخلص منها. هجيب بقى معايا الطاسه برده بتاعت الزيت المحيراني دي، اللي فيها الزيت اللي احنا بناخد منها، اللي فيها الزيت بتاع طعم الايه، الطعم بتاع البصله، تمام. هقلب بقى المكرونه دي، هقلبها كويس قوي واركنها على جنب، وده سر من اسرار المكرونه بتاعت المحلات. ادي الشعريه بتاعتنا اهي بعد ما احمرت كده اهو بالشكل ده، ويستحسن ان هي ما تبقاش فاتحه، تبقى غامقه معاكي شويه، تمام، عشان ما تفرش قوي بالشكل ده كده، لونها حلو قوي، تمام. طيب هنزل بقى عليها بايه، هنزل دلوقتي بالعدس. ادي العدس اهو، انا كنت معاكي، تمام. طيب هنحط بقى ايه دلوقتي، بصوا كده معايا، معايا معلقه صغيره ملح، معايا معلقه صغيره مليانه من الكمون، ومعايا شويه بصله من اللي انا محمراهم، ومعايا فص واحد من الثوم، هنزل بيهم كده اهو
بالشكل الجميل ده، ونقلب برضه عشان الريحه هتطلع الحلوه. عايزه اقول لك هتعمليه مش هيصدقوا، بما اني كمان اني كده شكلها مفيش كشري في العيد ومفيش حد هيخرج ومحدش هيعرف يجيب من محلات كشري ولا اي حاجه، اعملي لهم الكشري ده وعلى ضمانتي في العيد هيعجبهم جدا جدا جدا، وتغيير عن الاكل المعتاد بجد. لو عملتيه مش هتبطلي كل يوم يقولوا لك خشي اعملي لنا الكشري ده من ايدك الحلوه. هنزل بقى بالميه كده اهو، زي ما بنسوي رز عادي خالص. الميه برضو زياده كده شويه بعقله صباع، وهنغطي عليه، واول ما يستوي ويفلفل كده هوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. تعالوا بقى هنعمل مع بعض دلوقتي الدقه الحلوه اللي هي بتاعت المحلات بره، هنعملها بطريقه حلوه وبطعم جميل جدا. طيب محضره معايا ايه؟ عارفين انتوا الحمص اللي انا كنت قلت لكم عليه في اول الحلقه، هاخد شويه من ميه الحمص دي ماشي، معايا شويه توم كده مهروسين جامد قوي بتاع 4 فصوص توم مهروسين، معايا كمان معلقه كبيره مليانه من الكزبره الناشفه، الكزبره الناشفه مهمه جدا جدا في الدقه، معايا معلقه صغيره مليانه من الكمون، معايا نص معلقه من السكر، معايا معلقه صغيره من الملح، ومعايا ربع معلقه من ملح الليمون. ملح الليمون ده اللي هيديني المزازه بتاعه بره كويس جدا. لو انت عايزه تستبدليها ما عندكيش ملح الليمون او مش عايزه تحطيه، يبقى هنحط ليمون عادي، بس الصلاحيه بتاعتها مش هتقعد معاكي كتير، يعني اقصى حاجه يومين ثلاثه مش اكتر من كده، انما الدقه دي ممكن نحطها شهر كامل في الثلاجه مش هيحصل لها اي حاجه لو اتبقت عندي، وتنفعني في حاجات كتير. يعني انا ممكن استعملها للفول، ممكن استعملها احط عليها على البتنجان، لو قليت كده شويه بتنجان وعملت كده شويه من الصوص ده عليها بيبقى حلو جدا. فانا بستعملها لحاجات كتير جدا غير الكشري، وطبعا الكشري وكمان معايا شويه شطه صغيرين نسينا نقول عليهم. هنحتاج كمان نص كوبايه من الخل، وهنحتاج كوبايه من الميه. دي كده المقادير بتاعتنا، تعالوا كده هنشتغل مع بعض ونقول بسم الله. هنا بقى محضره معايا بوله اهو، تمام. هنزل بالثوم، واساسي فيها طبعا الثوم اهي، بس يبقى مهروس قوي، تمام. وادي التوابل بتاعتنا كلها اللي حطيتها اللي احنا قلنا عليها، وما تنسوش ملح الليمون ده، تمام. هحط بقى عليها شويه كده اهو من ميه الدقه دي اللي هي ميه الايه، ميه الحمص زي ما قلت لك، دي حلوه قوي وبتدي طعم وتست حلو جدا، تمام. هنزل بقى بنص كوبايه من الخل كده، تمام. طبعا انت عايري انا عارفه انا بحط قد ايه، تمام. وهنزل بالميه بس كده اهو، خليها برده نص كوبايه علشان احنا حطينا نص كوبايه يعتبر من الميه بتاعه السليق بتاع الحمص، تمام. ودي كده الدقه بتاعتنا جاهزه وزي الفل. تعالوا بقى نعمل الشطه، ايه رايكم؟ تعالوا نعمل الشطه. بصوا بقى بالنسبه للشطه، هاخد معلقتين من الزيت اللي احنا كنا عاملين بيه ده، تمام، معلقتين كده، وهنزل بيهم بالشطه بتاعتنا دول، برضو معلقتين كبار كده من الشطة، تمام. وهحط عليهم بتاع ايه، مغرفتين مليانين من الصلصة اللي احنا عملناها بتاعت الكشري، ماشي كده اهو. وهنقلبهم تقليبة كويسة، ودي كده هتبقى جاهزة الشطة بتاعتي اللي بتتقدم برا الجميلة ومريحة حلوة جدا جدا جدا. ادي الشطه بتاعتنا، واللي يتبقى حطيه جوه كيس واربطي الكيس وارميه في الفريزر، لما تيجي تعملي تاني يبقى جاهز عندك. وبرده نفس القصه للايه؟ للدقه، ماشي؟ طيب الحمص بتاعنا ده لو عايزين نطعمه هنحط له برده معلقتين من الدقه كده اهو، تعالوا احط له برده معلقتين من الدقه دي، يتطعم كده معايا ويبقى طعمه حلو، لما اجي احطه يبقى ليه كده طعم معايا، تمام؟ بالشكل ده. ماشي، تعالوا بقى نعمل شوية رز كده حلوين، اللي هم رز الكشري وازاي بيطلع مفلفل قوي. تعالوا كده نروح مع بعض على البوتاجاز. تعالوا بقى اوريكم الشعرية اللي هي بال اهو، بصوا عاملة ازاي، اللي بالعدس، شايفين كده بقى اتشربت معايا، تمام اهي. هخلي بقى الغطا بتاعي موارب، مش هغطيها قوي، خلي الغطا موارب عشان تطلع الدخان الزياده علشان تبقى مفلفله معايا وما تبقاش معجنه، تبقى مفلفله. هسيب الغطا كده موارب كده اهو. تعالوا بقى اوريكم بقى هنعمل مع بعض الرز ازاي.
تعالوا بقى اخر حبة زيت متبقيين في الطاسة اهم، اللي مطرح البصل والعيش. تمام، هنزل بقى، انا هعمل على فكرة في الطاسة هعمل فيها الرز، ماشي؟ هنزل بكوباية الشعرية اهي. تمام، هحمر الشعرية وارجع لكم تاني. ادي الشعرية اهي اتحمرت زي ما انتم شايفين، تمام بالشكل ده. هنزل بقى دلوقتي بالرز، انا مش عايزه احط الرز كله عشان ما يبقاش ايه بقي كتير، بحب انا الشعريه اكتر. تمام بالشكل ده. تمام، هنحط بقى ايه، بصوا كده بقى، ركزوا معايا. بصوا معايا كم حته بصل كده من اللي احنا محمرينه بتاع التقليه، معايا معلقه كبيره مليانه من الكمون، الرز بيحب الكمون جدا بتاع الكشري ده، معايا فص ثوم مهروس، معايا معلقه ملح، معايا ربع معلقه كزبره، ومعايا نص معلقه من السكر. دي المقادير بتاعتنا اللي احنا هنحطها بالشكل ده، وهننزل بالميه اهو. تمام كده، هغطي بقى عليه وبعد كده اوريكم شكله. وادي الرز اهو خلص زي ما انتم شايفين ومفلفل معايا، خلاص كده انا هطفي عليه. تمام، تعالوا بقى نغرف احلى طبق كشري، يلا بينا. تعالوا بقى نغرف الكشري بتاعنا كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هغرف في حاجة كده، واللي عايز ياخد حبة حبة في الاطباق. تمام، وانت غرفي زي ما تحبي. انا هنزل الاول بالرز اهو اللي احنا عملناه، بصوا جميل ومفلفل معايا ازاي، شايفين؟ تمام، هنزل كده بالرز وارجع لكم تاني. تعالوا بقى بعد ما غرفت الرز كده، هنزل بقى دلوقتي بالمكرونه بتاعتنا بالشكل ده. تمام اهو، وده بصل ده اللي عليها من الزيت اهو، وطبعا ايه المكرونه زي ما تحبي بالشكل ده كده. تمام ماشي، تعالوا نشوف هنحط ايه تاني. تعالوا بقى هننزل دلوقتي بالعدس اللي هو اللي عملناه بالشعريه، وشايفين مفلفل معايا ازاي ولونه حلو جدا ومدي طعم كمان غير اي عدس خالص كلتيه. بجد هتسيب الطبق كله وتاكلي الشعريه بالعدس دي، حاجه كده بقى رائعه يعني، جربيها بتخلي كده العدس مفلفل معايا وجميل جدا اهو بالشكل ده كده اهو. وهخلي طبعا زواده للي عايز لوحده، هحط منها اللي هي الشعريه بالعدس دي، اكن اللي عايز زواده عدس ياخد بقى براحته. تمام كده زي ما انتم شايفين كده، تمام قوي يا جيجي. طب هنحط ايه بقى دلوقتي؟ تعالوا بقى هننزل مع بعض بالدقه عشان نطعم الحاجات اللي احنا حطيناها دي. هنحط كده الدقه كده اهو من تحت عشان نسقي نطعم كل الحاجات الحلوة دي، وهنخلي معانا دقة زيادة اللي عايز ياخد زي ما انتوا شايفين كده، انا حطيتها في الكوباية دي. طيب هنحط ايه بقى دلوقتي؟ هنحط دلوقتي مع بعض الصلصة. تمام، هجيب الصلصة كده اهو، ونبتدي ان احنا ننزل بالصلصة، وبرضه هحط صلصة زيادة للي عايز. تمام، احلى حاجه بقى اعمليه بقى في العيد، هيعجب ولادك جدا جدا جدا، وطعمه انضف واحلى من بره بكتير، بما ان كده كله هيبقى قافل. وانت عارفه الولاد بتحب الكشري جدا جدا في رمضان، في العيد قصدي، وبتجري عليه. كمان هنزل بقى دلوقتي بالتقليه الحلوه بتاعتنا، شايفين التقليه بتاعتنا عامله ازاي؟ عامله زي الورد زي ما بيقولوا اهو بالشكل الجميل ده، الطبق بيتكلم عن نفسه بصراحة، حلو جدا 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 زي ما انتوا شايفين كده اهو. ومش هننسى الحمص الجميل اهو بالشكل الجميل ده اهو. تمام تمام قوي كده يا جيجي، ايه الحلاوة دي يا جيجي؟ عرفتوا بقى هو ليه الفيديو ده خد مليون مشاهدة وعجب ناس كتير جدا وجربوه ودعوا لي دعوات حلوة قوي قوي قوي، لانه طلع احلى بكتير من بره. تمام، طيب هنعمل ايه بقى؟ هنخلي الشطة للي عايز اختياري، ممكن بس كده ايه كام كده رشة كده بسيطة من الشطة كده اهو. معانا كمان التوست الحلو ده اهو، هنحطه كده اهو داير داير حوالين الطبق. تمام، هلفه كده اهو الشكل ده، باين كده معاكم اهو، هلفه كده اهو حوالين الطبق وارجع لكم تاني.
وايه دي طبق الكشري بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو بالجمال بتاعه. ادي اللي خد 1,000,000 مشاهدة زي ما انتوا شايفين، ومش بس شكل لا كمان طعم، طعم حلو جدا جدا جدا، ابهر ناس كتير. ومستنية بقى الـ1,000 لايك كده في اول ساعة، وعايزاه يوصل الدنيا ويكسر الدنيا، كشري جيجي لا يعلى عليه. اتمنى بقى النهاردة الحلقة بتاعتي تكون عجبتكم، وتكون كمان نالت رضاكم. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باحلى لايك لاحلى جيجي ان شاء الله باذن الله. ربنا هيرفع الغمة عن الامة باذن الله، وباي باي بقى، واعملوه في العيد، وما تنسوش اللايكات كتير كتير، واعملوا شير للفيديو. مع السلامة.